أعزائي المستخدمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بورت مي، نورتونا. أي والله، لعلكم تتساءلون الآن ما الذي يمكن أن نفعله في أول يوم لنا على هذه المنصة. أولا، لا شك أنكم هنا لأن لديكم ما تتميزون به، سواء كان ذلك معلومة أو سلعة أو عقارا أو مهارة أو فنا أو حتى مدينة أو قرية تعيشون فيها أو تعملون به، يعني جميع كل شيء. ولهذا لو كنت مكانكم لسعيت منذ اليوم الأول لأصبح عينا للعالم من خلال بورت مي. يعني نسخن كده عشان المكنة تشتغل. تستطيعون مشاركة ما لديكم عن طريق تصوير مقطع فيديو قصير للتعريف بأنفسكم وما يمكن أن تقدموه لمستخدمي بورت مي من خدمات أو مشاهد، وذلك إما باستخدام كاميرا بورت مي مباشرة أو عن طريق الوسائط المخزنة على هواتفك. بإمكانكم أيضا نشر صور لأعمالكم أو منتجاتكم أو خدماتكم أو حتى أماكن وظائفكم أو دراستكم. ولا تنسوا أنه دائما باستطاعتكم نسخ روابط محتوياتكم على المنصة الأخرى وعرضها على بورت مي للتعريف بأنفسكم وتحويل جمهوركم إلى المنصة. أما في حال كونكم من محبي الصوتيات، فبإمكانكم رفع تسجيلاتكم الصوتية عبر مذياع بورت مي أو من وسائط الهاتف، وهنا يأتي دور بورت مي. سنوصل محتوياتكم إلى جميع المشتركين على هذه المنصة دون تعقيدات ولا اشتراطات. ملكش حجة، ملكش حجة. وقتما أعجب أي مستخدم بمحتواكم بإمكانه طلب بث مباشر معكم للاستفادة من خدماتكم. وهنا بقى تيجي الفلوس يا بيه، تنزل الكاشات حيث يمكنكم الربح الفوري من كل دقيقة بث. ربما لاحظتم التنوع الكبير في المحتوى المقدم على بورت مي، لذلك بإمكانكم أن تكونوا صانعي محتوى وفي نفس الوقت مستخدمين للخدمات، تعمل دويتو ثنائي يعني. بإمكانكم استعراض العالم عن طريق الخريطة والتأكد من أي معلومة تريدون الحصول عليها أيضا عن طريق البث المباشر مع مستخدمي بورت مي، وذلك في أي مكان. All over the place يعني، لا حدود لما يمكن أن تنجزه على بورت مي. لذلك احرص منذ اليوم الأول على نشر محتواك، ونحن علينا نشره للجميع. شكرا لاستماعكم ونراكم في بورت مي. إلى اللقاء، يلا سلام، باي باي، سي يو بقى، نشوفكم على بورت مي. لايفات بقى، لايفات كتير.